الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا نشكر أهلنا كلهم في هذه المنطقة وفي هذه المحلية وفي هذه البقعة الغالية والخالدة من سوداننا. أنا يمكن طلبت هذا اللقاء، أصلا ما كنت داير لقاء بهذه الصورة وبهذه الطريقة. أنا قلت طلبت أنه أنا يقعد مع ناس البلد في بيت من أي من البيوت ونقعد نسمع مشاكل حتى نستطيع أن نساهم في حلها. نحن بنفتكر أنه طالما نحن جينا الولاية الشمالية وما نجي قولد بنكون قصرنا في حق الناس. عشان كده أنا طلبت في أنه نحن نجي نقعد مع الناس ومحل بيت الصديق، أنا وتلم شوفونا بيت الصديق وين، نجي نقعد مع الناس هناك ونسمعهم بدون ما دارين أي يعني ما دار لنا بروتوكول ولا حج. أنا جيت مما جيت لقيت الناس بيحجزوا في الناس وقاعدوا في، أنا كنت أرجع أقعد وسط الناس هناك ونسمعهم، نسمع منهم ونتشاور ونجيب الوالي نقعدوا معاهم ونشوف اللي بيقدر يعمل شنو، المدير التنفيذي ومشاكلهم شنو، ونتشارك كلنا في حلها. على العموم أنا بشكر حضور الناس، وأنا بشوف إنه جيتنا وبصورتها دي ما حتكون أدت الغرض المطلوب. نحن كل دايرين نقعد نسمع، مع إنه جوا هناك الزول يقعد ونجيب ناس نسمع، الوالي يقعد المشكلة شنو بحل كيف، والمشكلة ما بتتحل نشوف نحن نمشي بها قدام نحلها كيف. على العموم الكلام اللي قدمه المدير التنفيذي وموجود فيه بعض المشاكل، أنا أفتكر إنها مشاكل كلها ليست صعبة مقدور على حلها، وجزء كبير منها حق الولاية هنا. يعني الوالي ده كان قعدناه معاكم هنا ده والناس يتفاهموا معاه وبيقدروا يحلوا كثير من المشاكل دي. في حاجات نحن بنساهم فيها من عندنا، وبرضو لو هسي قعدنا عشان ما نتكلم كلام سائل، وبرضو قعدنا مع الناس مع المدير التنفيذي مع بعض القيادات نشوف الحياة العاجلة شنو اللي احنا ممكن نقدر نساعد بها الناس، اذا كان ناس دارين اسعاف، دارين اهل مركز الكلى، دارين المستشفى، دارين الاستاد، دارين الحياة الممكن تتعمل فورا وعاجلة، الحياة الثانية ممكن الولاية تقوم بها، الحياة الوالي ممكن يدخلها في الخطة حقت العام المقبل، دخلت هسي وما قدرت تتنفس. يعني بصورتنا دي هسي انا جيت نظمت وانتوا جيتوا قعدتوا ومشينا، حنكون ما عملنا اي حاجة وحكونا جينا وتكلمنا ومشينا. نحن دايرين نقعد بعدها مع الوالدة مع المدير التنفيذي، وانتوا اختاروا لنا ناس مجموعة من قيادات البلد واعيان نقعد معاهم ونجيب ورقتهم دي نقعد نعدها واحدة واحدة. دي تتحلى كيف، دي تتحلى كيف، دي تتحلى كيف، عشان نطلع لنا بحاجة مفيدة، ما نكون جينا تكلمنا كلام ساكت ومشينا. على العموم أنا بشكر حضوركم وبشكر أهلنا كلهم في الجولد، هذه المنطقة وهذه الولاية ولاية نموذج في كل شيء، كل خدمات ممكن أنها تقدم للمجموعة السودانية اللي متشكلة من كل أجناس البلد، كل أحوال وألوان والوانطيفة موجودة عندنا هنا ده. نحن ناس ندير عشان كده كل الناس موجودين معاهم هنا، في كل الأجناس موجودة معنا هنا، ما عندنا قبيلة، ما عندنا ده جنس شنو ولا ده صفة شنو، أي زول بيجي قاعد الناس يستقبلوه، وأي زول بيجي بيعيش مع الناس. عشان كده الناس دايرين نماذج التعايش ونماذج التراحم ونماذج الترابط دي تنتقل لكل بقاع السودان. أنا بحييكم وأشكر حضوركم، ونحن نكتفي بالكلام ده ونقعد هسي نقعد لنا قاعده صغيره مع الناس، نجيب الوالي والمدير التنفيذي ونقعد هنا ده مع بعض الناس ونكمل باقي كلامنا ان شاء الله. ربنا يديكم العافيه وربنا يغويكم، وان شاء الله نحن الكلام اللي بنقوله ده يا جماعه نحن متوقعين ان تكون عندنا حكومه مدنيه قريب. ده الناس اللي بتطالب بالحكومه، نحن عشان كده نحن دايرين نحمل المسؤوليه حقت الشغل اللي احنا بنقدر نشتغله، هسي نشتغله ما بنقدر نشتغله، نخلي الناس يكون كلام جاهز ومؤسس وعارف المدير التنفيذي ده ما قاعد والوالي قاعد، وخطط تكتب وتدرج، ده حق الناس. الناس عندنا مشاكل كثيره، السودان ده فيه مشاكل كثيره، عندنا مناطقنا هنا كثيره اصابه ما اصابه واصابه ما اصابه من الاهمال ومن ال 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 انا ما اقدر اقول التجني، لكن الفهم المغلوط لدى كثير من الناس انه الشماليه ونهر النيل ناس متنعمين، ناس عايشين في رفاه، ناس لو جو شافوا المناطق هسي بتاعت المناصير وشافوا مناطقكم هنا ده، لو الزول مشى من النيل ده 200 متر بغتس في الرمله دي، الجوز دفن الزراعه والرمله الزحف الصحراوي دفن الابار، والناس الشوارع مكسره، كهرباء سعيسه، كل شيء عندنا هنا فيه مشاكل، لكن الناس صابرين ومتحملين، ونحن بنفتكر انه قاعد نضرب امثله،
لأن حقوقنا بنفتكر إنه الدولة تنفذها لنا، ما بنحتاج نمشي نقفل الكهرباء أو نمشي نقفل الموية أو نقفل البترول عشان نلقى حقنا بنحصل عليه، والطرق الطرق القانونية والطرق الرسمية بتجيب لنا حقنا، ونحن متأكدين الناس بيسمعوا وبيعوا وما بيقعوا في مشاكل الناس يتضرروا منها. لكم التحية ولكم التقدير، ونحن هنقعد لنا قاعدة صغيرة مع بعض الناس أصحاب أصحاب الوجعة في البلد دي، معاهم المدير التنفيذي ومعاهم الوالي، نقدر نحل لنا بعض المشاكل. أنا متأكد الورقة دي فيها جزء كبير نحن بنحله كقوات مسلحة كجيش، بنقدر ندعم به الناس إذا كان في المستشفى، إذا كان في الاستاد، إذا كان غسيل الكلى، الإسعافات، دي كلها إحنا بنقدر نساعد بها الناس. بقية الحاجات الثانية نشوف الوالي بيقدر يعمل لكم شنو. بارك الله فيكم وربنا يجزيكم خير، ونقعد نستكمل كلامنا إن شاء الله مع الناس. سلام عليكم.